اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. يعني كابتن سيد تاريخ كبير جدا مع النادي الاهلي ومع الكره المصريه الحقيقه، حاجه محترمه جدا وحاجه مشرفه جدا اعتقد. ربنا يخليك يا اسلام. يعني عارف اللي هو دايما الواحد بيبقى مبسوط بعد ما بطلت كوره. خلينا نتكلم في فتره بعد كره القدم، حسيت ان انت عملت حاجه سواء لنادي الاهلي او ما قبل كده، قبل النادي الاهلي نادي الاسماعيلي وكل الانديه اللي لعبت فيها، وايضا تجربه احترافيه وبعد كده مع منتخبنا الوطني. يعني زي ما انت قلت الحمد لله، يعني الواحد بعد ما بطل اما بيرجع بالذاكره شويه يشوف البطولات اللي انت خدتها والبطولات اللي انت لعبت فيها وشاركت فيها، يعني عدت حتى الطموحات بتاعتك وانت صغير. يعني انت ما كنتش تتوقع في يوم من الايام ان انت تاخد بطولتين افريقيا مع المنتخب ده، يعني منتخب مصر ده تاريخ كبير جدا، مجرد المشاركه فده شرف، فما بالك ان انت تاخد بطولتين كمان مع النادي الاهلي، ان انت تكون لعيب اصلا في النادي الاهلي، فما بالك ده شرف كبير جدا. وكميه البطولات اللي انت خدتها برضو، خدت عدد كبير من البطولات مع النادي الاهلي اعتقد. النادي الاهلي الحمد لله انا خدت 14 بطوله بس. 14 بطوله في 6 سنين يعني ما اعتقد ان يعني الحمد لله، يعني انا من الجيل المحظوظ اللي كانت البطولات كتير وقتها. يعني يمكن بطولة افريقيا ده كان يعني مثلا انا خدت 3 بطولات افريقيا، يعني الغريب ان انت كنت تخرج منها، يعني الواحد كان بيجي له احساس ان هو اما يخرج من البطولة ان لا في حاجة غريبة السنة دي مش سنة كويسة. يعني انما الطبيعي بتاعك ان انت عادي 3 بطولات وثلاث بطولات مؤثرين جدا وكبار جدا، فمع السوبر الافريقي برضو في كل سنه بتاخد بطوله افريقيا، بتلعب السوبر الافريقي بتاخده، فكل ده لا يعني انا شايف نفسي ان انا الحمد لله يعني الواحد عمل تاريخ يتشرف بيه، والشرف ده يرجع برضو للاماكن اللي انت كنت فيها بكل امانه طبعا. الانديه اللي انت لعبت فيها طبعا. منتخب مصر، فكل دول ليهم فضل كبير عليك بعد ربنا يعني.